تقولك شاطة النصر على الكاسي عبد الكهار على ساري كرة الملعوبة مالك أحد أفضل من أنجبته فرقة القلعة على مدار السنوات حتى لقب مالك الموهوب حتى لقب كذلك بمالك الأسير يلعب الكرة لكن لا تتخلص تعود إلى عبد الكهار الأنصاري عبد الكهار يلعب للثامر بينما التغطية الدفاعية مالك بالكرة دخل تدخل يلعب جميل عبد الكهار في حالة الاستلام والمحاولة على رأس المنطقة بينما طالت الكرة ترجع عمل حلو الكرة في مكان جميل جدا بتلعب الان عن طريق ابراهيم عبدو واحد كذلك ايضا من اللاعبين الكبار الذين مروا على كرة القدم في مكة المكرمة ابراهيم الذي حقيقة اخطب وفته عندما كان شابا يافعا انبار نادي الاهلي وحقيقة قضى سنوات هناك تدرب على ايدي الكثير من المدربين بنادي الاهلي الشقيق الاكبر للحكم المعروف الكابتن احمد عبدو واشقائه كلهم يزاولون كرة القدم لا ننسى الكابتن خالد عبدو والكابتن اسماعيل عبدو كرة ملعوبة الى بشير ادم بشر يلعب الكرة تلعب الان تصل في منتصف الملعب ايضا بشر منذ ان كان لاعب في فريق الانتصار بشر الذي راح ولعب لفريق شاطئ النصر ثم قضى سنوات يزاول التحكيم كواحد ثم يدير التحكيم في مكه المكرمه كره الان ملعوبه في منتصف الميدان راشد يلعبها ترجع الى بندر الجارحي ايضا بندر اسم لا يقل عن الاسماء اللي حقيقة ذكرناها اللي أيضا تواجدت على مستوى مكة المكرمة كواحد من اللاعبين الذين قارنوا السرعة مع المهارة في قيادة عديد الفرق كرة ملعوبة الآن في منتصف الملعب بتلعب الآن في مكان جميل جدا راشد التعدي راشد لما الكرة يلعبها تصل في مكان ملعوبة يا بكر جول يا بكر جول لا 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 مرمى احمد عسيري ما زال كلين شيت ما زالت الشباك عذراء دون ان تتلقى الاهداف تلعب الكره في مكان جميل جدا فصل بشير ابو البشر يلعب الكره الان جانبي الثامر ادامر الجاوة الى فصل هناك حيويه في ملعب المباراه لكن تنقص الاهداف عبد الهادي يلعب السنة الثانية مع فريق القلعة الكابتن عبد الهادي الطارقي الكرة مرت إلى خارج أرض الملعب إلى رمية تماس إلى خارج أرض الملعب تلعب في مكان جميل جدا حمدان يلعبها ارتداد سريع جدا لكن مع المتابعة ترجع إلى مالك الأسير مالك يرغب الكرة مالك يلعبها هذه جول ممكن أحلف فيها لكن لو حلفت يا ثامر من يبرر قسمي على انك قادر على ان تجعل هذه الكرة لتكون هدفا اول بعد تمرير المالك الاساس امام المرمى ثامر اطاح بها من فوق العارضة كنت اقول يا ثامر والله قول لكن بعيدة على الجوة اذا احمد يغادر ويوفي بتحدياته دون ان يسكن شبابه شيء من الاهداف هذه كره الان ملعوبه بتلعب الان في مكان ابراهيم عبدو استلام ابراهيم عبدو يرفع راسه يلقي الكره داخل المنطقه عبد الهادي خلصها الى فيصل بعد ذلك الى عبد القهار الى مالك الحربي ملعب الكره بمنتصف الملعب في الدائره لكن عمليه المتابعه حاتم المطربي ايضا هذا المدافع الذي حقيقة ربما يعتبر من اهدى المدافعين الذين مروا على مكة المكرمة قضى سنوات شبابه وهو لاعب لفريق الانتر بجانبه بفرقة الاستاذ حسن ريس السهلي الكرة الان تلعب تصل في مكان جميل جدا من حول الكرة عائدة
الى الناحية الخلفية. متابع موجود فيصل. فيصل يلعب الكرة في مكان جميل جدا بينما ترجع من جريمة لعب الكرة الى دب قريب الى دب قريب يبكر قريب ولكن يخلصها يخلصها من عب الكرة في منتصف الملعب. يمسى انت عند القهار الى الصاري. يا سلام يا سلام يا سلام عندما تشتر في وقت المكرمة أساطير الأحياء تتحدث عن نوح المعلم تتحدث عن عبد القهار إلى الصاري تتحدث كذلك أيضا عن نجوم وصل ربما يقارعونه النجومية في الأحياء وبالأندية كحتى الله إلا كحتى الطاري مطارينيو أيضا غنسة القائد الطاري محمد نور نجوم حقيقة دائما يجلب بين الجمهور يجلب بين الجماهير على الكرة الآن للعوبة. لا يا مالك انزل لو سمعته وإن وضعتها بهذه الطريقة جميلة الكرة جميلة اعتلت العارضة.